أحب الأطفال، خاصة عندما أرى فضولهم وشغفهم وابتسامتهم المليئة بالحياة. أمنيتي الوحيدة أن يحظوا بمستقبل جيد، وحده التعليم يضمن لهم ذلك، وهذا ما جعلني أفتتح مدرستي الخاصة. بدأنا بصف صغير قبل عدة سنوات. اليوم سعادتي كبيرة وأنا أدير مدرسة عالمية تحتضن 800 تلميذ بوجود مدرسين من كافة أنحاء العالم. تعليم الأطفال مفتاح مستقبلنا المشرق.